لازم وتنفذ واصل، انما بعكس الوجبات المتفرده. يعني احد فيكم دخل برنامج غذائي يا شباب؟ ايش عبد الرحمن وتركي، احد فيكم دخل برنامج غذائي قبل كذا؟ ايه انت دخلت برنامج غذائي؟ اذا انطفش البرنامج مني ليه؟ ما اكمل. انت ما تكمل؟ اغلب النوادي اشترك بس امشي. ابو غزال انا حياتي كلها ابيض واسود. طيب يعني سمنت فتره انت؟ لا لا انا كان وزني نحيف مره يعني. حلوة كان وزنك نحيف مرة. أيوه. كم كان وزنك؟ كان وزني 54. هم 54. الحي والله العظيم. الجنوب. يا هلا والله في شيخ إبراهيم. 54 مرة نحيف. أنا نزلت يا أبو تمر. زودت لين ما وصلت الوزن الثاني. سلمان شفت المقاطع قديمة. أنا نزلت 25 كيلو. ما شاء الله. الله الله. كيف عطنا الطريقة؟ يا طويل العمر أكل طبعاً. ونادي. قعدت 5 شهور. 5 كيلو. اكل خفيف والنادي يوميا لازم اروح. عطنا البرنامج ذا الخفيف. اعطك فطور مثلا ايش؟ ها؟ الفطور والله اشياء خفيفه يعني مثلا بيض مسلوق، بيض تونه احيانا، خبز بر. حلو زي كذا. علم مسعود خليه بيض. الغداء سلطه وما سلطه، دجاج مشوي. هذا سواه عشان كذا تسوي وينزل. ثمانيه السنه دي 8 كيلو. بس في شيء مهم ابو غزاع، انك تاكل اشياء تسمى سناكات، اشياء خفيفه بين الوجبات، بين الفطور. هذا اللي اقوله. اي بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء، يعني كذا المغربيه بطاقه يعني. طيب يا إيه؟ شباب ايش النقطه العلميه في الموضوع ذا؟ توزيع الاكل عبد الرحمن رمضان اليوم. توزيع الاكل يا عبد، ليش توزع الاكل على الجسم في اليوم؟ عشان هذا يهضم ويحرق. طيب ممتاز. ها طاقه غزاع. هلا. اكثر الاشياء تسمن اللي هو كثره الوجبات او التدقيش اللي قولتهم اللي بين الوجبات الاساسيه. هذه تعدم الجسم، هذه تعدم الجسم. لا اذا انت خلينا نختلف معك مجهود رياضه، الجسم ذكي جدا. تمام. فاذا اعطيته وجبه واحده ترى راح يخزنها دهون. نعم. يخزنها دهون عشان ما تحرقها. ما صحيح. لكن اذا شتت الجسم، ترى بعض علماء الرجيم اللي مهتمين بالرجيم بعد اسبوع يقول لك افتح كل شيء عشان تلخبط تلخبط الجسم الكيمياء حقته. هذه اكيد الاكل اللي بتاكله ابو فزاع كلام الجميع انه يكون صحي، انه يكون صحي يعني بدون زيوت. كارب شوي عشان يعطيك باور. احنا عندنا مثلا انا لما كارب ما يحتاج ترى اذا بيرفع حديد لا 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 عشان يعطيك باور بحياتك يعني تطلع تروح وتجي ما يصير عندك خمول. انا بحياتي مثلا لما بمسك على وزني بحافظ على وزني لازم الوجبات تكون ماشية، حتى الوجبات الصغيرة بروتين وبروتين ده لازم يصير ماشي. هلا معاذ. هلا يا راجع حياكم الله. هلا معاذ. هلا معاذ. ولا من الربع اختصر لك هنا صحناكم صحناكم شو نسوي لك؟ اختصر عليك الرجيم هذا كله. والله انا اكل حتى انا جوع. اذا كان ما ادري انا قمت اجبت هذا بحذافيره وبشي والله تصحني بس صح الوزن الزين. والله للامانه يا شباب ما تقرب من الله سبحانه وتعالى ولا تحس بالعباده اذا كنت جعان. نعم. كل ما تجوع كل ما ترتفع الايمانيات عندك. اضرب لك ماء صح؟ ها 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 اجلس ما ادري كيف تكون نفسيتك. الصيام احنا ما نصوم صح؟ والله يا سفرة تمت بعد المغرب ولا في شهر اجلس ما بشيء وسفرة بعد صلاة التراويح وسفرة بعد صلاة الفجر. وين الصيام؟ في هذا اسود قدامك. الحمد لله هذه رابع سنة ما تسحب. ايش جاء هذا الرجال كب عليه؟ من هو الرجال؟ رمضان على الله يسلم عليه خلوه. كيف؟ اقل راجح هم راح دار والله راح دار دار ثاني صح؟ يعني دار ثاني وكب عليه. ما تصور فطور وفتح عيوني ثري ميني قررت ماء وكب عليه. انا اقول امر رجع على ثاني. شباب نسمع سعود برنامج رمضان عبد الرحمن وراه. عبد الرحمن فهمت؟ نسمع برنامج سعود رمضان الفطور ونسمع برامجكم. هذه السنة الرابعة. تبغى واحد من دول؟ كل رمضان اسوي رجيم. لأن رمضان أصلاً وضع أول شيء إنك تقوي القلب وأيضاً تقوي الجسم. مكاسب حتى دينية واقتصادية وصحية. كثير من العلماء يقول في الفريق العمل الياباني إنه يقول الجسم يحتاج 30 يوم في السنة لا يأكل ولا يشرب في النهار. اللي هو الصيام. طبعاً هم هو شيء الله وضعه فينا لكن هم سووا الاكتشاف. المهم الفطور يكون خفيف جدا جدا جدا. يعني احيانا يكون ثلاث تمرات تبي توت ومويه ما تشرب
ملونات كثير. لين صليت التراويح، بعد التراويح تاخذ ربع وجبه، مو وجبه ربع وجبه. نعم، بعد نركب ظهور السياكل ونمشي. انا واخواني واخوياي. ما في اخوه. السياكل متخصص هذه. نطلع 30 35 كيلو. هنا حسب تطلعها. ابو ساعه ساعه ونص ساعتين. سحورنا طعام رجلك في الرجلين. صدق السحور لو تسحر خفيف. بس متى انت تسحر؟ تسحر الساعه 12. انا قايم وانا قايم. بس كذا راحت البركه. كيف؟ بركة السحور هذا الساعة 12 هذا الأكل خلاص وجبة السحور ترى قليلة السحور مرة مرة قليلة ربع أكلك إلى نصف وأنت لاعب رياض والله العظيم لا جاء قبل الصلاة أخذ لك ثلاث تمرات واشرب موية صلى الله عليه أوه يا سلام صح العام 12 كيلو السنادي 8 وشوي بس تعود بعد العيد ثلاث أربع أيام والله ما شاء الله لا تشوفه مشكلة مو بعد العيد مشكلة لا برد فراد لا وجهي ظاهر اجي تبيض ما كان شيء والله ظافر والله والله ما فهمت تعبت من بعدك ترى جقام صحنا يوم يراجع صاحب ما هي اليوم هذه غطت الذيب الله اكبر اللهم اجعل عندي الصلاه لا تتهدى صلاه مسجدكم فزع على حبيبي خير ابو فزع الرجال يصحي العرب بالمويه ايش رايك والله ما هي ضمات تجي من ايش والله العظيم انه حبيب لكن ابغاكم تلحقون لا 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 ما انا احبك ايضا ولا تحل المولات والنشيد الا وقت النوم ركبتك شباب كبير عليك اليوم اليوم اي والله الرجال يسويها ها بشر بس سعد كان والله صلع قوي روح روح لك خليك جازم خليك جازم مين ينسحب اي اي خليك جازم مين ينسحب صار صحينا بمويه تعرف تعرف ليش قلت الكلمه دي لان انا اعرف نفسي اول واحد يصحى معاذ انت معاذ انت اياس يعني لا تحاول اخر واحد تصحى صلي على النبي ايوه ها اللهم صل وسلم على رسول الله ليش ذاك اليوم ما اسهر شباب هو سؤال فكره حلوه يعني ايوه هو فكره حلوه امبارح يقول انتم سويتوا مسرحيه او بريت عن وقف الاب او سويتوا انشوده او شيء قال لكم شر لا لا سوى اطياف كثيره حمد الشمري وبعض الشباب محمد سوى مشهد اول ما بدا البرنامج وسعود فهد وسلمى الباهلي كلها كانت عن وقف الاب طيب بقول لكم شغله وقف الاب الجمعيه جمعيه دوبه طبعا تعرفون موقعها ولا لا في اطهر بقاع الارض لا لا هي بالقنفذه هي القنفذه تبعد تقريبا 300 كيلو عن مكه لكن الوقف نفسه راح الوقف نفسه راح يكون في مكه لا لا الجمعية بإذن الله في ثلاثة بيختارونهم بإذن الله الأسبوع الجاي بيختارونهم بيروحون معنا ويسافرون للمنطقة ولكن الجمعية وضعت ثقتها فيكم بعد الله سبحانه وتعالى ثم في الناس اللي تتابع أنه يكتمل وقفهم بإذن الله مع نهاية البرنامج بإذن الله والأمانة اكتمال الوقف نجاح لنا جميعا ولأنه فضل فضل الله سبحانه نعم وفتح أبواب الخير للناس بالجمعيات الموثوقة والأوقاف الموثوقة هذا فضل بعض الناس مع فلوس ما يدري وين تبرع والله فاتمنى انه يكون من اهدافكم اللي بتكون ان شاء الله في موازين حسناتكم من رباكم اللي هو الاهتمام بموضوع وقف الاب باذن الله وهذا هاجس لدى الشباب لان الى الان الى الان ما وصلوا الى 5 مليون تقريبا تناقش غالبا قبل لا ننام في افكار كيف نصنع بكره حدث علشان هالوقف عسى الله يحسن الكلام الصادق يا زياد الكلام الصادق العفوي البسيط يا رب والله لو شباب غنياء كان انا سمعت اني من ثلاثه ابو بدر سمعت اني من ثلاثه اللي بيروحوا ايش اخذ معي ذاك اليوم انت سمعت انك من ثلاثه هذا والله والله ما ادري انا ما سمعت ما ادري مين بيروح اصلا راجع جينا انا قضيت انت ابو فزع واضحه ابو غالبي ما تغديت عينت خير تغد عينت خير الحمد لله يا عنويك يا ابو حامد بيعن وياك والله بيعنويك يا زياد شباب وش قلتوا؟ قلتوا كلام عيدوا تكفون ما فهمنا الرمزية متى؟ متى؟ حددت يوم السفر ما ادري ايوه عشان ما احط والله يا الضربان بالخير ما حد يبغى يروح عندي بعض المشاريع ما ابغى احطها ذاك الايام علموني متى بنروح عشان تحسب حساب بالعكس طيفك اهم يا ابو حامد لا 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 رحلتها حلفت انا اجلتها اجلت اجلتها انا اجلت مشروعك لكن انا من هذا المنبر انا لن اروح الا معي ابو حامد ولا ابطل حبيبي والله خلاص اجلس انت هلا يا حبيبي انا اشوف بعض الشباب يطلبون درجه اولى ترى انا على فكره ترى عادي سياحي والله اللي يهابوني على جناح الطائره ما في مشكله
هو كم يوم السفر؟ انا ما عندي مشكله معك. يوم واحد ان شاء الله. ان شاء الله ساعتين. انا مستعد ادفع 500 عشان اسافر. 500 رصيديه عشان اسافر. عشان اسافر ايش؟ لا تحمس. لا ان كل بصمه في المشروع كاول شخص منكم. ها شفت؟ ها شفت؟ هذا الخطر ذكي. كمل كمل. الغوا الغوا فكرته. هذا لا يرحم. ليه؟ كمل. لا انا هنقر اول شيء واضح. زياد عشان ايش؟ انا هنقر ثاني شيء بقعد لك. انا كنت بقول لك صحيح كابتن كل واحد توت. هلا ابوي. لا لا انت شوف. زياد زياد ترى وقت الغداء ما اسمع زين. زياد ما اسمع ما اسمع ما اسمع. مين؟ احيانا فكرت اشوفك اتوقع انه في مصالح بارد ولا وري وري يا اخي شوف بارد زياد عند الله غضب ابيض ابيض والله يحسن زياده انت بتكون بالقرعه ثاني شباب يا شباب بتكون بالقرعه لا 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 انا اختاروني خلاص باقي لي معي بس خالد اختاروا شوف تروح معي والله صراحه المفروض اللي يروحون حقنا شو اسمه هذولاك اللي نسحب عليهم انا وانت وبدر والله المفروض نسحب عليكم بايش؟ في علك ابو زاد هلا حبيبي يوم قالوا من اول واحد يكون سفير لنا عار اول واحد رفعت ايدي نعم فلحقين الاولويه انا ابو ريان لا 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 من حيث انه كان جنبي اصلا رفعنا يدنا سوا يا اخي من ناحيه السفاره اتوقع كلكم تكونون سفراء لكن هل بتخدم هالسفاره ولا بس تخليها في البايو وتعطي انطباع انك راعي المسؤوليه الاجتماعيه انا هذا بعض الناس يحط سفاره يحطنا سفير للمشروع الفلاني وتكون مسؤوليه اجتماعيه قدام الناس انه كذا لكن فعليا يكون اداؤه ضعيف احنا نمارس على ارض الواقع ابو كفو من الافكار اللي ممكن تسويها انت وش بعد البرنامج اذا حطوك سفير وسفروك معهم الاسبوع الجاي سفروني لا سافرت معهم اي صح طبعا انا بحكم تواجدي في الفعاليات في البرايمات في البرايمات بتواجد واجد وارجع لاخوياي ماني طالع على قلبك طبعا اقابل جمهور واجد فانا بتكون رسالتي اقوى اي والله صادق بحكم صح تواجدي مع الناس من قرب راح اكون بالتوصيل اسهل خلاص تركي على ما يشهدون انا متنزل لك راح مكاني استاهل خلاص نزلت لك بالله خلاص كذلك انا كذلك خلاص انا ثابت مضي وانا ابغى اروح خلاص والله انا بفكر اشوف يمكن ابيع تذكرتي على 1 مليار انت اشتريتها ها؟ اي خلاص انا ناشف والله لازم اطلع تهبها في صفا ولا وين؟ والله لا نشبها في علك ها؟ علموك اللهجه الحين ها؟ الحين وانت في طائر الحان رجال خلاص مقعد واحد في مقعد واحد ولو نمشي كعادي ما عندي مشكله وش السالفه؟ اهم شيء نروح دوقه مخلد هو صاحي اذا جاء قلت حي مخلد زين صلى ورقد الله يكثر خيرك الله يجود على من تكلف كثر الله خيركم بالجنه يا شيخ المندي ابو فزاع الله يعطيكم العافيه كثر خيركم ان شاء الله والله نورتنا يا ابو فزاع اليوم الله ينور مقداركم يا حبايبي الواحد يرقد ويفوت عليه هذا ويزعل اي والله الله يعود الطيارات يا شباب لا احد يسافر جده نصيحه يوم الخميس روح المطار ليه والله ما تطلع ما عندك حجز ما تطلع مستحيل تطلع مستحيل تطلع يوم الخميس يوم الخميس مستحيل تطلع اذا ما عندك مؤكد يعني ايه ما في حاجه لا تروح تعب نفسك ما عندك انتظار ما عندك كل ساعه في رحله لكن ضغط عجيب ضغط عجيب استكتر جده والله يا اخي امه في جده امه لا اله الا الله لا جده ترى تغذي جده واللي تغذي اللي وراها صح مكه الله يجابها مكه والطائف جزاك الله خير هلا والله يا مرحبا تفضل يا مخلد هلا ابو الله حيه فاتمنى يا شباب اتمنى يكون وقف الاب من اهتماماتكم لان اذا نجح الوقف يعتبر صراحه انجاز لنا باذن الله باذن الله انه ينجح باذن الله باذن الله انه ينجح باذن الله احنا كسفراء باذن واحد الله كريم ننجح ونسامح هذا من ضمن الاعمال اللي مفاخر فيها يا ابو فزاع انتم غير هبوني سفير خلوني في الحلقه مخلد شوف اذا ما اكتمل مخلد وين اختاروك شباب تو خذوا بفره في دوقه سافر مع الوقف الى مكه اسبوع القادم هذا ياخذونك درجه اولى وسياحه يوم الحمد لله بيض الله ياخذونك سفير درجة أولى وفندق خمس نجوم بالله والله درجة أولى إيش فندق خمس نجوم فندق خمس نجوم طبعا راح في رأينا يعني لا راح عليك أعلن الأسماء هم ولا بعد الصلاة أعلنوها بس إنه يا أخي عزف يمزح عيال والله يا عودني على مزح يا عبد الله حظك حظك والله بطل والله أتمنى إني مكانك والله يا شيء أتمنى من الله عز وجل الحمد لله وفقك ما شاء الله تبارك الله متى يقولون روح ما ادري قال خلاص الحمد لله الله يتمم اخر مو معهم
وطجبنا. بس عاد بيختارون بيختارون الاسماء بعد الصلاة. وطلنا 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 وطلنا. يلا شباب يا الحمد لله اللي طعونا سقانا غير الحين. بيجيك جسمه بيجيك كيثر. يلا شباب يلا يلا شباب يلا. اتفرج الشماء صار لابق على وجهه. ليه هيثم كذا؟ الله 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 قايم اصلا انا امر شتيو من رقم 21 انت انا 19 21 صح؟ وشو وشو؟ كم؟ ايش في؟ 20 منو يا شباب 20؟ ها؟ اذان 20 منو؟ انا 19 ما اذنت طيب يا دورك انت عبد المنان خذيل اذن مكاني كم بقى صح؟ شي اذنت مكاني كم يذن؟ مكانك انت؟ ايه مغرب الا الساعه كم يذن يا ولد 2:44 ها ايوه 2:44 دقيقه والله 18:30 حيا الله ابو مبارك حبك الله على طاعتك الحمد لله حالك يا ولد الله يغنيك كذا مين تبغى تستعجل ترى خليني اقوم طلب انا ما اكل يا كريم وابلشك بعدين احسن شيء في الموضوع انه فتح النادي اكل نادي ايش والله والله جالس معك يا ابو مبارك اجلس اجلس سلمان فرصه لك انت بعد والله يا اخي ما ادري هو برد روح مش ماشي اجلس اجلس ريلك والله اني جاي هذه جلسه الشيطان يقول كيف انت خير اشكي 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 من ظهري يا انت خالد حامد لا يا حبيبي انا ترى حاله يا اخي حمود الفقري عندي احس كانه مضروب الله بعصا كانه مضروب الله بشيء طحت شيء حاجه والله قريب مزح معك طحت في دوره المياه شيء صقعت بظهرك في دولاب شيء لا لا مره غلش زي ما تقول بدأ خفيف شد 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 اليوم شد عضلة عضلة ممكن نفسها عضلة نفسها عضلة لا لا ممكن عضلة روح عند الدكتور ها يمسجها لك بالكريم حق العضلة سلام على الله شيل شيء ثقيل. شباب. وفي الحمد لله على النعمة الحمد لله ما في جلسة الحج اللحم يأكلونه من العيد للعيد ايش المواطن العادي يعني ياكلون من العيد للعيد الاضاحي بس وغير الاضاحي يخلف الله شعب ثاني افقر دوله في العالم فيما نشوف النعمه هذه قدامنا احنا ما شوف ما صدناها ولا دفعنا فلوسها ولا تعبنا حتى في حطتها احنا بس اللهم مدينا يدينا وناكل نعمه كبيره تستاهل وتستحق الشكر اللهم لك الحمد سلام هلا هي كانت العام العام في قردولة اظن جنوب افريقيا او شيء بس الترتيب الثاني من الاخير والله صحيتك والله صحيتك لكنك انت اي ذبايحهم عادي عرس الظهر ذبايحهم غريبه الشكل الشكل سواكي لكن الذيل لا الذيل كان ذيل بس سبحان الله لا اله الا الله كذا زي الماسوره نازل كان ذيل بس لا تقوم لو لا لا غنمهم كذا ها لا لا غنمهم غنمهم يقول غنم القرد هذا غنمهم لا لا النيجر دولة مسلمة عدد المسلمين في نسبة المسلمين في النيجر يا جماعة الخير أعلى من نسبة المسلمين في بعض الدول الإسلامية 96% نسبة عالية جدا وبعدين كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة وناس يبهرونك في موضوع الوضوء والصلاة طول وقتهم وضوء صلاة في الشارع يتوضون مساجدهم في كل مكان تلقى لك مسجد طبعا هناك في مركز الامير سلطان الثقافي مسجد وجامعه ومدرسه ومركز تدريب موجود في وسط النيجر على طريق المطار لكن بلد في الصلاه عجيب الصفوف مكتمله الفجر الظهر العصر المغرب العشاء والارتصاص عندهم ما هو زينا تحك وتسوي زي كذا الصف صف ولا حركه دائما البلاد الفقيره يعني يتذوقون الاسلام صح تحس انهم الخطبه عندهم ايش رايك ايش توقع على الخطبه الخطبه باللغه العربيه الفصحى كل المساجد ما في احد يعلم التفاصيل كل المساجد يوم العيد رحنا والله لابسين بشوت ولابسين عقل طبعا رثه وقديمه وكذا لكنهم يعني قاعدين يعتزون بالعرب وبالخليج ويعني يحسون في قرابه انت رحت هناك إغاثة رحنا مع مؤسسة كلامهم عربي لا فيهم كثير يتكلمون عربي كثير منهم عايشين في مكة كانوا مكسر بعضهم إيه بس هم حافظين القرآن والله ما أدري لغتهم يمكن فرنسية والفرنسية طبعا درجة أولى عندهم أسد موقف
هناك اتربك شوي في النيجر. والله احنا شوف احنا رحنا على مراكز اسلاميه، بس الله يكرم رحنا نزور مراكز اسلاميه. اي شيء قهوه احنا رحنا مراكز اسلاميه وزرناها، الاغلب كانت الزيارات مرتبه. جميل. يعني احنا رايحين زيارات مرتبه. عاد الفقر تشوف يا شيخ في الكبير والصغير، هذا ياثر فيك. لكن موقف معين انا بذكر لك شغله، مركز بعطيك قصه مركز الامير سلطان. مركز الامير سلطان، احد فيكم يعرف وش سبب انشاء هالمركز؟ قصه عندك القصه؟ عندي انا ضيعتها، البنت والولد اللي جاء. طيب اعطيكم قصه مركز الامير سلطان. هذا على هذا الامير سلطان رحمه الله عليه، بالله. الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاكم. ايوه جاء ولد، وصلت وصله مقطع وحده تحفر في بيت النمل. أيوة وتاكل. أيوة. من القمح. مزبوط. اللي موجود جوا. فقالوا له هذه الحرمه موجوده في دوله النيجر، ودوله النيجر دوله اسلاميه. الامانه او المعلومه الملك فيصل زارها، يعني من الدول الوحيده اللي الافريقيه اللي زارها ملك من ملوك المملكه اللي هي النيجر. فامر بانشاء مركز الامير سلطان الثقافي، والمركز فيه اغاثه وفيه تعليم وفيه المسجد مسمينه مسجد مكه، مسجد المركز. اذا جو يقول نحس ان احنا في السعوديه. لكن انصحكم يا اخواني يعني اذا خرجتم من البرنامج في الجمعيات هذه الموثوقه، الجمعيات الموثوقه ترى جميل تتبنى اعمالها لو بالنشر. يعني اجي مثلا جمعيه بر، جمعيه خيريه، مكتب دعوه، وتنشر اعمالها جميله جدا. والله جميل. يعني فيها من زكاة الشهرة. أنصحكم لك ابحث عن المكان المناسب. أنا منك أبو فزاع تطوع بعد برنامج بدوة فقيرة. إرشاد. يعني أقسم بالله تشوف حالتهم والله إنك تحسف إنك رسول. أقل شيء تقدمه. والله يا شيخ إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم في الدنيا فقد يكون في الآخرة هم في نعيم وحنا اللي. ما يك مقفل؟ ابو فزاع سم شيبان عندنا بنجد حنا وبالقصيم كانوا يعني شيباننا كانوا يروحون العراق عشان يدورون لقمه العيش. يعني ف يعني النعمه هذه ترى الدنيا دوار. اي والله الدنيا دوار، ما بين لمحه عين وانتباهات بده الله من حال الى حال. يعني الجزيره العربيه السودان وصل زكاة أو خطاب زكاة إلى بلاد الحرمين المدينة المنورة. الحمد لله. تعرف البكين بعد ما خلص الله يعطيك العافية. جيب تعاون معنا هنيك عنا براد ترى أسبوع يا جماعة الخير، أسبوع في السنة ترى الجمعيات هذه بالذات الجمعيات الموثوقة اللي تشتغل برا المملكة أو داخل المملكة أسبوع في السنة تعطيها ترى والله قليل ولكن أثره كبير. أثره كبير. إيه والله. وش سافرت يعني بعض الدول. بعض الدول لو تروح تسافر لها وتغطي بعض مشاريع الجمعية اللي أنت سافرت يجي الجمعية خير وأنت السبب. وراح أذكركم زيارتكم للدوقة بإذن الله. طيب قبل الأذان بس جمعية الدوقة إذا زرتوها ونقلتوا أعمالها راح ترى الدوقة منطقة فيها يعني زي ما تقول فيها معاناة شوي. فأنتم إذا رحتوا وقفتوا عليها راح بإذن الله تشوفون كيف الأثر. والله يكتب اجركم. انا اشاكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم. الاسبوع الجاي ان شاء الله، واظن الاذان خلاص قرب على وشك.